السلام عليكم. الحمد لله انا واحد من المخالطين. فاش تصابت ليا استاد الناس في العائله ديالي، وكنشكر الاطباء ديال المستشفى الجهوي والاطباء ديال المستشفى الاقليمي، وكنشكر السلطات المحليه. والحمد لله راه فولنا ديك الازمه والتخوف اللي كاين، والحمد لله دابا راه بخير وعملونا مزيان في المستشفى الجهوي والاقليمي. ودابا الحمد لله راه كنحسوا بواحد الطمأنينه والسكينه في هذا ديالنا، والحمد لله. وكنشكروا السلطات المحليه، كنشكروا السلطات المحليه اللي دارت لينا واحد هذا مزيان، وفاجاتنا بواحد العيد الميلاد ديال الدري ديالي. كنشكروهم من هنا من هذا المنبر. ايوا في الاول كانوا تخوفات، والحمد لله منين جينا تعافينا ما حسينا بوالو، لقينا راه عملونا الاطباء مزيانين الله يكثر خيرهم. وكيفاش دوزتوا هذه الفتره ديال النقاهه؟ دوزنا فتره النقاهه، راه تعاملوا معنا بخير وعلى خير، ما خص خير، تنهلاو فينا الله يرحم والدينا الله يجازيهم بخير. بتعليمات من سدة العالية بالله الملك محمد سيسر الله، الكل ملجم وكل مجند لمكافحة الجائحة اللي ضربت العالم بأجمعه، وبتعليمات من السيد عامل صاحب الجزائر على إقليمي دلت، الكل متجند وما نساش في هذا الظرف هذا احتفال بعيد ميلاد واحد من الأطفال ديالنا اللي كانوا تقاسوا بمرض كورونا مستجد، والحمد لله تعافى وهو في فترة نقاهة. والكل متجند، لا سلطات محلية ولا سلطات صحية، للاحتفال بهذا اليوم ديال عيد ميلاد ديال الطفل هذا. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.